قد تأخر الأسقف تلافيرا كما تأخر في الاستجابة لطلبنا الأموال التي يجمعها في الكنيسة. خزانة المال بالكنيسة، فإن شئت أن تأخذها فلا أظنني أنني قادر على منعك، ولكني أشهد حاكم المدينة أن الخزانة تحتوي على أموال لها مستنداتها من صكوك الغفران والنذور والتبرعات، أما زخائر القديسين فلا تقدر المال. فحذر أن تفكر بالمساس بها. اهدأ يا تلافيرا، اهدأ أيها الأسقف الجليل، لنجتاز معا هذه المحنة التي تمر علينا جميعا بفكرنا وبرؤانا المخلصة، ولنستبعد من الآن أي تصرف لا يحظى بإجماعنا نحن الثلاثة. لماذا ثلاثتنا؟ لماذا لا ينضم إلينا قائد الجيش دي غرنادا؟ لماذا تستبعده من الإجماع؟ دو غرنادا يا تلافيرا رجل عسكري، ولسنا في حالة حرب، لسنا في حالة قتال، نحن مدعوون من صاحبي العرش إلى التهدئة والمهادنة، فما حاجتنا إليه لإجماعنا؟ دو غرنادا رجل عسكري، الملك فرديناندو ربما اكتشف فيه موهبة للتخطيط العسكري في القيادة مثلا، ولكن ليس هناك ما يبرر أن نحتاج إليه الآن وإلى مواهبه في هذه الفترة على الأقل. هل هذا هو ما يفسر عدم طلبك لقوات من الجيش مكتفيا بالقوات الرمزية؟ أحسنت يا كونت، أحسنت بالضبط، تماما هذا هو السبب. كيف أتحدث عن مهادنة وأنا أطلب دعما بقوات عسكرية من الجيش؟ سأكون ساعتها متناقضا مع سياسة العرش. تعني أننا سنتحدث حول تدابير جديدة تساعد على التهدئة، تطمئن الأندلسيين من أهل غرناطة بأننا سنلتزم بمعاهدة التسليم. آه يا كونت، اليوم أنت رائق المزاج، صافي الذهن والقلب، وهذا يدفعني للتعجيل بالبحث عن جدول لأعمالنا. وستفاجأني بأنني أتجاوز في التهدئة وفي إشاعة جو من الطمأنينة إلى ما هو أبعد من معاهدة تسليم غرناطة. كيف؟ لا أفهم. فلنؤمن أولا بأن عجلة التاريخ لا تتوقف أبدا عند نقطة معينة. لا أحد فينا يختلف على ذلك، وهذا أيضا أمر مبشر. لاحظ يا كونت أن هذا هو أول إجماع لثلاثتنا. وبعد الإجماع يا نيافة الكاردينال، فما زال السؤال ملحا، إذ كيف سنتجاوز ما أقرته معاهدة التسليم؟ يمكننا أن نناقش بكل جرأة وبقلوب مفتوحة موضوع اقتسام الأرض مع الأندلسيين، بل ويمكننا أن نتجاوز إلى ما هو أكثر، إلى إقامة دولة داخل الدولة. ما بكما؟ كنت أعرف أن المفاجأة يمكن أن تعقد لسانيكما، ولكننا لسنا نأتي بجديد، فالملكة إيزابيلا قد فعلت نفس الشيء وأقرت عند سقوط غرناطة، ووافقها عليه الملك فرديناندو. ألم تمنح الملكة إيزابيلا آخر ملوك بني الأحمر أبا عبد الله الصغير منطقة واسعة الأرجاء
في مرشانة وأرجبة وأندرش وغيرها ليحكم فيها باسم الملكين، يجمع الخراج والعشور والضرائب، فماذا يمنعنا أن نصل بفكرنا إلى هذه الدرجة؟ عجلة التاريخ لا تتوقف، ولا يجب أن نكون نحن بما نملك من فكر ووعي وإخلاص السبب في توقف عجلة التاريخ عن الدوران، وإلا كانت وصمة في جبين رجال من أقدارنا. فقط ماذا؟ مع من يكون حديثنا؟ من هم الذين يمكننا أن نمد معهم جسور الحوار الهادئ المعتدل الرزين؟ الحق أن جسور الحوار ممتدة بيننا وبين جميع الناس هنا ومنذ أن كلفنا بتحمل المسؤولية. هذا صحيح، فأنا والكونت نحتفظ دائما بجسور المحبة والاحترام والتفاهم مع الجميع. أعرف يا تلافيرا، لدرجة أن أم فاطمة تتبادل مع ابنة أخيك الجامعية أطباق الطعام الشهي الساخن، وهذا في حد ذاته شيء مقبول. هذا صحيح، وكما ذكرت لك فإننا نحتفظ بعلاقات طيبة مع الجميع، ولكن للأسف فإن أم فاطمة لن تكون مرشحة لإدارة الحوار. بالتأكيد أيها الأسقف الجليل، فلنفكر بصوت عال، هذا حقنا، وحقنا أيضا في النهاية لنا أن نتفق أو نختلف. كنت أظن أنكم ترون الإمام الزيري في مقدمة هؤلاء. هذه بديهية يا كونت، أنت محق فيها، ولكن ملاحظتي أن الإمام الزيري رجل دين، وأرى أن من الأفضل لنا جميعا أن ننحي من الآن رجال الدين في هذا الحوار المنشود والذي لن تكون له إلا الصبغة السياسية. فإذا ما اتفقنا، واتفاقنا ليس له أهمية من وجهة نظري، فالأهم أن يتفقوا هم على من يرشحونه للحوار، وعلينا أن نبدأ بمن يمثلنا نحن. إذا كنا قد اتفقنا على الطابع السياسي للحوار، فإن أخي الأسقف الجليل لن يمثلنا، وعلينا أن نستبعده من الآن بكل لطف، كما استبعدنا الإمام الزيري بلطف أيضا. هذا الاستبعاد ينسحب عليك يا نيافة الكاردينال. لا يا أخي الأسقف، فإن لي صفة أخرى، صفة سياسية كرجل دولة ومبعوث للعرش. إن شئت أن نتصارح، فأظن أن دوغ رانادا هو الأقدر على تنفيذ هذه المهمة. قدم تفسيرا لرأيك يا كونت. الحوار الذي سيجري لن يصل إلى اتفاقية نهائية، ويتضمن أمورا تتصل بموازين القوى والأرض والجغرافيا والمواقع الحيوية والمياه والطرق، وأفضل أن يتولى الحديث بشأنها رجل عسكري وله أيضا ذات الصفة السياسية باعتباره ممثلا للعرش. ويدعم رأيي ما هو أكثر، أنه يتمتع بحب واحترام وثقة الناس هنا في غرناطة. إننا هنا يا جلالة الملك أمام اختيارين، والاختيار الأول ربما كان هو الأنسب والأسرع والذي يختصر إيقاع الزمن، ولكنه اختيار يعتمد بدرجة أساسية على المؤامرة والالتفاف السياسي،
والأغلب أن يلجأ إلى هذا الاختيار من يعانون إحساسا بأنهم أقلية برغم امتلاكهم لعناصر القوة والهيمنة. أظن أن من يختار هذا الطريق لم يعمل حسابا كافيا لاصطدامه بالقيم الحضارية والتراث المتراكم. هذا ما يثبته لنا التاريخ ويؤكده. ففي أغلب الأحوال فإن مكونات السيطرة والقوة تنكسر وتندحر عندما تتناقض مع ثقافات الشعوب. دون أن أقطع حبل هذا الاتصال الفكري الذي قطعته بالفعل وأعتذر بشدة عن ذلك، إلا أنني أردت بمداخلتي هذه أن أدخل إلى السياق الفكري الدائر الآن. فعلا قطعت حبل الاتصال يا أبراهام، فأعدنا إليه مرة ثانية إذا سمحت. أعتذر مرة أخرى يا مولاي، فقط أردت أن أشير إلى أن جلالتكم لم تأخذوا بهذا الاختيار التآمري عندما قبلتم بتوقيع المعاهدة مع أهل الأندلس. المعاهدة صيغة مكتوبة تعبر عن تحديات حضارية نقف أمامها الآن بكل الحذر والانتباه. فإذا كان الملك يستبعد تماما الاختيار التآمري التصادمي، فالأفضل أن نسرع إلى الاختيار الثاني. وهذا الاختيار الثاني وإن بدا بطيء الإيقاع مكلفا، فالحقيقة أن حركة التاريخ تزكيه وتثبت أنه الأفضل لتجاوز الصعوبات بأقل التضحيات، وأنه الأنسب لرفع معاناة البشر وآلامهم، والأقوى دفعا إلى السعادة وتعميق إنسانية الإنسان. ربما اتفق هذا الاختيار مع النظرة القاصرة بعيدا عن الطموحات والأحلام الكبيرة. نحن لن ننظر تحت الأقدام. جلالته يحاوركم في طموحات القرن القادم، وكيف ترون؟ الأجدى لجلالته أن يفكر في غضون حقبة أو حقبتين، ربع قرن على الأكثر. فالنظر أبعد من ذلك ضرب من الوهم وقفز فوق القرون والزمن، كما تقول لا يصل الحاضر بالماضي، وكأنهما لا صلة بينهما. وهذا لو وافقنا عليه لاحتجنا إلى مراجعة قوانين الحياة. أعتقد أنني أكثر ميلا لما تراه أنت أيها الطبيب. أستطيع أن أفهم هذا الميل النفسي يا مولاي وأن أقدر دوافعه، والدليل على ذلك تعليماتكم للكاردينال خامينيس بالحرص الشديد على نفائس كتب الطب. لابد أنك أيها الطبيب تحتفظ في بيتك بنفائس عظيمة من كتب الطب لك ولمن سبق. لا تخف، فلن أفعل بكتبك ما فعلوه مع ابن رشد. لقد كان هذا العلامة الفيلسوف قاضيا هنا في إشبيلية، ثم أصبح قاضيا للقضاة في قرطبة في زمن الموحدين، إلا أن سلطان أحرق كتبه ونفاه. وما فعله سلطان الموحدين أبو يوسف يعقوب تكرر مع ابن رشد من قبل بعض الأحبار المتشددين الذين حرموا النظر في كتاباته وأحرقوا أغلب كتبه. أيعني ما تقول أنك تخاف أن يحرق خامينيس مؤلفاتك وكتبك بعدما صنعت بعلمك لعاهلة إسبانيا الملكة إيزابيل؟ لم أقصد هذا أيها الملك، فإن خامينيس لن يستطيع أن يحرق كتبي. فإنني عندما فقدت بيتي وأرضي لم أجد الفرصة للاهتمام بالكتب، وكذلك الكاردينال لم يهتم بهذه النفائس من كتب الطب التي اختفت في ظروف غمضت على الجميع بما فيهم أنا. وكيف غمض عليك أنت اختفاؤها؟ لأنني عندما صادروا قصري وأرضي كنت في زنزانتي في سجن الشرطة. Thank you.
أنا مرهق تعب. لماذا تزورني وأنا مكدود الجسم والدماغ غير قادر حتى على التفكير؟ أنت من يختار موعد اللقاء لا أنا. أنا ميت، الموتى لا يختارون. أنت ميت، ميت مدرع بالتربه، ميت عنيد. خرافة. وبرغم أنني مكدود الذهن والجسد، لكنني أقدر على أن أمسخك، أستطيع أن أسحرك، أن أصر هذه الدروع، أن أحيلها إلى جمرات من النار وأطرقها بمعاول الاسترقاق والعبودية. جرب، جرب أيها الميت أن تقترب مني، جرب أن تقترب من الشيخ المكتود المرهق. لم تقدر، فما أنت إلا خرافة، خرافة، أسطورة ماتت. أردت عليك ملكا وأرضا، لم تقبل أن نقتسم الأرض. أردت عليك ولم تقبل. أردت ملكا وأرضا، ما زلت أعرض، ما زلت أعرض. لا تقسو على رجل مهموم مكدود، لا تقسو على شيخ في مثل سني يعرض عليك الملك والأرض. يا لها من خرافة تسكنني، كومة من الدروع الصلب تقبع في عقلي، تتمدد في روحي كالأشباح في ضراوة وتوحش. صاحب فكرة اقتسام الأرض والدولة داخل الدولة،
لم يعرضها علي أحد، لم تدر بخلد أحد، لم تدر بخلد تانديلا أو تلافيرا أو الزيري أو دو غرانادا، دارت بخالدي أنا. وأنا من عرضتها على شبح موسى بن أبي الغسان، عرضتها عليه في الوهم في الكابوس. منورات سخيفة يعمد خامنيس إلى تصديرها إلينا حتى نقع في مصيدتها. كتب إلي تانديلا في رسالته التي بعث إلي بها بعد انتهاء اجتماعهم مع خامنيس عبارة طريفة. وماذا كتب؟ استعد يا إمام لمواجهة حماس شرس للسلام من جانب خامنيس. خامنيس، خامنيس يبحث عن صدع لينفذ منه إلينا حتى نقع في التفتت والتمزق، فيعمد إلى الهجوم المنمق لتفتيت منظومة التوحد لأبناء هذا البلد. علينا أن نتصدى لمحاولات الاختراق هذا. إن أكثر ما يسعدني أن تانديلا حاكم المدينة يكشف مناورات خامنيس ويستعد لفتحه أمام دو غرانادا عندما يعود من إشبيلية. دو غرانادا، يا له من فارس. الحق أنه فارس بكل ما تحمله الكلمة من معنى. لقد كان موقفه نبيلا من الأسقف تلافيرا وابنته في المحنة التي تعرض لها بعد مقتل حاجب خامنيس الساقط، والوليد بن يزيد الذي دعا أنه سانشو المتهم بقتل الحاجب. أدرك دو غرانادا أن الوليد أقحم نفسه على القضية ليصرف نظر الشرطة إلى أمر آخر. كانت لمحة ذكية من دو غرانادا الذي أنقذ الوليد والفتى سانشو وتلافيرا وابنته، فأفسد على خامنيس كل الذرائع التي يبحث عنها لإحراج الرجلين تلافيرا وتانديلا. صحيح أنه أنقذ خامنيس يوم حصاره في الحمراء، إلا أنه كان حكيما عندما تعهد هو وتانديلا بوقف تدابير التميز والمسخ الثقافي التي كان ينوي تنفيذها. دو غرانادا إمام دليل جديد على أنه في ظل الانهزام أو الانكسار يستطيع المرء أن يحافظ على شرفه وكرامته. لأن كان الواجب يحتم علي أن أخفي سرا هاما وحيويا على كل الناس، إلا أنني لا أستطيع أن أخفيه عنك أنت إمام. فدو غرانادا قائد جيش العرش. ماذا؟ قائد مسلم. إن فرحتنا بالوصول سالمين غانمين قد أنستنا الحيطة والحذر، وها نحن بحمد الله تبارك وتعالى بين أهلنا وفي معسكرنا. قد وفقنا الله بفضله وفضل أهلنا في العدوة وفاس وتطوان ومراكش لجمع أعداد كبيرة من السلاح والذخيرة، إضافة لأعداد كبيرة من المدافع التي يبلغ مداها أبعد من نهاية هذا الوادي. وصلتنا كميات كبيرة من الأسلحة وفق الخطة والمواعيد التي خططتم لها. الحمد لله، والبقية في الطريق إن شاء الله. سأتسلمها أنا وأبو جعفر بعد أسبوع واحد على أكثر تقدير. كنت قلقا بشأنكما يا أبطال. طالت غيبتنا عما كان متوقعا. طالت غيبتكما بعد وصول الدفعات الأولى من السلاح والذخيرة. دب فينا الخوف عليكما من طلعات سائد الرؤوس القشتاليين الذين يشنون هجمات وطلعات متتالية قرب الشواطئ وفي الجبال والسهول.
نعم يا سيدي، هؤلاء هم من كنت أحسب حسابا لهم، فأغلبهم من قطاع الطرق الذين جلبهم دوديثا واستنى لهم قانونا يكافئ صائد الرأس بما يقع تحت يده من الرؤوس. فما بالكم يا سادة برأس خليفة كأبي جعفر المنصور. حمدا لله على سلامتكما. ابن زائدة استعد الآن للدخول في مغامرة جديدة، فإن خامنيس العنصري سيجرب معنا سلاحا جديدا. لن يكون أحدث من المدافع التي جلبناها في رحلتنا هذه. يقول إنه يسعى للحوار معنا، والحقيقة إنه يسعى للإخلال بالتوازن، وذلك بالضغط علينا في الحوار والعصبية فتكون فتنة وتنفتح ثغرة ينفذ منها إلى ما يريد. تفضلي أيتها الملكة. عناية السماء لإنقاذ أمك يا أخوانا. كان من الممكن أن أموت دون أن أراك يا ابنتي. لولا علم هذا الرجل وقلب هذه الفتاة جوليانا. أيها الحكيم العالم، تقبل عظيم امتناني وتقديري لعنايتك بأمي الملكة التي يقدسها شعبها. تقبل كل الشكر والاحترام من الأميرة إخوانا، ولا بد أنك ستنال ما تستحقه من مكافأة. أيتها الأميرة الشابة، إن مكافأتي الكبيرة في أن أكون بما قد علمته سببا في تسكين آلام الملكة ومعاناتها، وفي أن تعود لمن أحبوها بالأمل والصحة. ما زال أمامنا الكثير يا إخوانا، وسيبقى هذا الطبيب الكريم إلى جواري لفترة ستطول. ستقصر يا أمي وابنتك إلى جوارك. أعرف أن لك لا تتعاطفين مع الوحدة بين قشتالة وأراغون. ابنتي لا تحلم بعرش الوحدة لإسبانيا، ولا تطمح كأمها شمالا وجنوبا غربا وشرقا. إذني لي يا مولاتي. تفضل أيها الطبيب الكريم، لابد أن الملك فرديناندو ينتظرك بقاعة العرش. اصطحب الطبيب يا جوليانا الحبيبة. أخجلتني يا أمي. قلت الحقيقة يا إخوانا، فأنت شغوفة بالنمسا منذ زواجك من ابن إمبراطوريها ماكسيميليان، ولا أحد يلومك في ذلك. هذه مشاعرك وحياتك. ليس هذا ما أخجلني. أخجلني إطراؤك الزائد لجوليانا. اصطحبي الطبيبة يا جوليانا الحبيبة. يا لك من عذول يا ابنتي الحبيبة. جوليانا هذه أنا ربيتها وعلمتها، تحبني إلى درجة التقديس. تعذبت وتألمت معي، إنها فتاة مخلصة وفية. كيف تدخلين علينا هكذا فجأة؟ سمو الأميرة جوليانا طلبت أن أرفع هذه المحاليل وأسأل جلالة الملكة إن كانت تحتاج لأي شيء. ارفعي هذه الأشياء ولا تفعليها مرة أخرى. سمو الأميرة هي أنا، وما دمت أنا هنا فلدي عشرة الوصفات أمرهن. لا يليق أن تدخلي علينا فجأة فنمسك عن الكلام حتى تنصرفي. هذا إزعاج لا يليق. أسفت جدا يا سمو الأميرة، أعتذر بشدة، فلن أعود إليها. ابنتي لماذا تحتدين هكذا؟ لا تكوني رهيفة سريعة الغضب.
تغضبي مني يا أمي، فهذه البنت لم تفعل ذلك من تلقاء نفسها، جوليانا هي التي أمرتها لتظهر لي مدى ولائها وحرصها على أمي الملكة، أمي التي لن تدخر وسعا في المزيد من الإطراء والمديح على الأميرة المخلصة جوليانا. لا أحد يفكر في إغاظتك كما تعتقدين، كانت الفتاة تتألم وتكاد تموت معي، كان علاجي يبدو مستحيلا، ولم أكن أجد بجواري سوى جوليانا الطيبة. لا تغضبي مني يا أمي، فأنا ممتنة لجوليانا كأخت رائعة مثلها الأعلى إيزابيلا الجميلة، أنا الآن أحبها كما تحبينها، هل صفوت الآن؟ أنت تعرفينني غيورة، أغار عليك. أتمنى أن يكون نهارا سعيدا يضفي الهناءة الكاملة على قلبي الأميرين. كل شيء على ما يرام. ألمح يا سمو الأميرة مسحة من الشرود على الأميرين، وكنت آمل أن أرى على ثغريكما ابتسامة الصباح المعتادة التي عهدتها والتي عهدناها جميعا، هذا وقد أنعم الله على ملكة البلاد باسترداد عافيتها وصحتها. اطمئن يا ميغيل، فالأميرة جوليانا ما زالت عند رضائها عنك، وصحة الملكة في تحسن، وهذا غاية ما نتمنى. اطمئن، كل شيء على ما يرام. شكرا سيدي الأمير، شكرا. هل صحيح أن كل شيء على ما يرام؟ ليس من المناسب أن أقول لميغيل أنك غاضبة مني. لست غاضبة، أنا عاتبة عليك، فقد كنت حادا قاسيا في تهديدك لي بألا أقول لعمي حكاية الطبيب الذي أخرجته من سجن غرناطة دون علم الكاردينال. وبرغم ما كنت عليه من الحرص والحدة كما تقولين، فقد ذكرت للملك كل ما دار بيننا، وعرف سر الطبيب الذي ما كنت أتمنى أن يعلم به الآن لا الملك ولا الملكة، حتى يتم شفاء الملكة تماما وتستعيد كامل لياقتها الصحية. ساعتها من الممكن أن نحكي لهما حكاية هذا الطبيب الأندلسي. الجميع اليوم يوجه لي اللوم. من هم الجميع؟ خوانا، خوانا ترمقني بنظرات كارهة حاسدة منذ أن جاءت من النمسا لرؤية أمها الملكة المريضة، نظرات لائمة دونما أدنى سبب للوم، وهكذا فعلت أنت الآن. فأنا لم أخبر عمي بشيء عن الطبيب الأندلسي. ولكن الملك يعلم الآن وأنا لم أخبره بالتفاصيل. ليس شرطا أن أكون أنا من أخبره، إلا إذا كنت تشارك خوانا في إيذاء مشاعري وتوجيه اللوم لي دون سبب. أعتذر لك يا حبيبتي، أعتذر بشدة، فليس من المتصور أن أفكر ولو للحظة في الإساءة إلى الرقيقة الجميلة جوليانا. خوانا، خوانا هي وارثة العرش الطبيعية، فلماذا تضيق بي؟ أنا أحبها، كنت أشعر بوحشة إليها، ولكنني اليوم أراها امرأة ملتهبة. أنا أحذر وبشدة من المبالغة في السلطات الزمنية التي تعطى للكاردينال خميس، لأنها ستكرر المذابح البشعة التي فعلها دوديت. خوانا يا حبيبتي، ليس لنا أن نطلق الأحكام هكذا جزافا قبل أن نتحقق. لماذا نتحقق؟ هذا الطبيب العالم الحكيم هو الذي عالج أمي ملكة البلاد من ألمها الرهيبة، فإذا كان قد قال فقد صدق، لن نحتاج إلى التحقيق. صودر بيته وأرضه وزج به في السجن، هذه حقائق لا تحتاج إلى التحقيق، هذه مصيبة فضيحة لا يصح السكوت عليها إلا إن كنا لا نصدق. لا يا ابنتي، نحن لا نكذبه، ربما كان خامنئيس بريئا تماما من كل هذه التدابير، ربما كان خطأ من الشرطة أو سوء فهم، لهذا سأبدأ بالتحقيق مع
مع مبعوثنا إلى غرناطة الأمير دوغرانادا الذي أخرج هذا الطبيب من زنزانته على مسؤوليته وأتى به إلى هنا دون علم الكاردينال، وربما لم يكن يعلم الكاردينال متى دخل الطبيب هذا إلى السجن ومتى وكيف خرج منه. ولماذا يعلم؟ هذا هو التفريط في الصلاحيات الذي يوصلنا إلى عدم تحديد المسؤولية. فلنستمع إلى دوغرانادا قائد الجيش. اغفر لي جلالة الملك، سأعود إلى أمي المريضة. فأنا مع احترامي وتقديري لدوغرانادا كقائد كفء، إلا أنني أتعجب كيف قبل أن يكون قائدا لجيش من المرتزقة. إذن لي مولاي، لا أحب الأخلاقيات المكيافيلية. تفضلي يا ابنتي، وأرجو ألا تذكري للملكة شيئا عن حكاية هذا الطبيب لمصلحتها. لست هذه المجنونة، لو علمت أمي بهذه القصة المفزعة لفقدت حياتها. سمو الأميرة الملكية خوانا جريئة وقاطعة وذات رؤية نافذة، وإن كنت أختلف معها لانتقادها للسلطة الزمنية للقدير العالم رجل الدولة الكبير خامنيس الذي يجمع بجدارة بين السلطتين الزمنية والروحية. لا تنافقني يا أبراهام في آراء ابنتنا الأميرة خوانا، فكل ما قالته إن هو إلا تعبير عن اضطراب في الفكر باعتبارها صغيرة السن وخيالية ومثالية. لم أقصد النفاق يا مولاي، بل أنا أنتقدها لما تكنه من احترام للكاردينال. وهل دوغرانادا قائد لجيش من المرتزقة؟ ليس هذا مما ينتقص من الجيش، فكل الحروب الدائرة بين الممالك الأوروبية في روما وفرنسا وغيرها كلها تعتمد على المقاتلين المستأجرين. حتى نابولي التي يحكمها عرش إسبانيا الآن احتلها جيش من المرتزقة بقيادة جارسيا سينزانو البحري الكبير، والذي يرفع علم إسبانيا الآن على ثغر نابولي وحصونها، وكلنا نفخر بهذا ونعتز به. فأين الرياء إذن؟ ولماذا النفاق يا صديقي الملك؟ من البديهي ألا تنتقد الأميرة في هذا، لأنك المستفيد الأول، فأنت الذي تمول حملات المقاتلين.